سائل من بريطانيا يقول: بعض الكفار في بلدنا يريدون أن يدخلوا في الإسلام ولهم رغبة في ذلك، لكن يقولون نحتاج إلى وقت لنفكر في هذا الأمر. سؤاله: هل نعطيهم هذه الفرصة وهذا الوقت، أم نقول لهم ادخلوا في هذه الحال ثم فكروا فيما بعد؟ بينوا لهم ما هو الإسلام ولا يحتاجون تفكير. إذا بينتوا لهم ووضحتوا لهم ما يحتاجون إلى تفكير إن كانوا صادقين يريدون الحق. أما إن كانوا مماطلين فهؤلاء لا حيلة فيهم. نعم.